عام 1416 انتقلت من المنطقة الجنوبية من قرية آل حسين بلحمر إلى مدينة الرياض. أنا لا أعرف من الحضارة شيء، احنا مع الوالد الله يجعله في الجنة حتى سيارة ما عنده، اللهم سيارة ما عنده. الصباح تأخذ الغنم على الجبل، دروسك معك في يوم الخميس والجمعة، وفي بقية الدراسة على شغلك. أنا أبهى، ربما يستغرب مني بعض الإخوة لما قلت هذا، أبهى أنا ما جيت إلا مرة واحدة لما رحت أتصور. إحنا كنا بعيدين شوي عن أبهى، فرحنا 5 أشخاص في غمارة واحدة، اللهم كل واحد الوالد حاطني في حضنه، واحد جنبه حاط ولده في حضنه، والسواق ما شاء الله. رحنا على أساس استوديو نصور فيه في تقريبا لخامس ابتدائي تقريبا. الحاصل لأول مرة في حياتي أتيت إلى المطار، ولأول مرة في حياتي أركب الطائرة، الله المستعان. وكان لها قصة. طبعا بعد ما انتهيت من الثانوي، الوالدة الله يجعلها في الجنة توفت من قديم، يعني توفت تقريبا عمري 4 سنوات. أيضا توفت زوجة الوالد الثاني قبل سفري بسنة، فكان السفر بالنسبة لي ضيق، لأن الوالد كان يعتمد عليه بعد الله عز وجل في أشياء كثيرة. ودمعته لما يعني انتقلت وركبت في السيارة قبل الفجر على أساس أروح مطار أبها على أساس أنتقل إلى الرياض، ما أنساها. دمعت فرح بالنجاح وأنك بتروح تشوف مستقبلك، ودمعت حزن أنك بتفارقنا بعد تخرجك من الثانوي. أي نعم، بعد التخرج من الثانوي. طبعا في واحد الله يجزاه خير من الأقارب أعطاني تعليمات في الطائرة، قال لي شوف إذا ركبت الطائرة وجيت عند الشباك ما تفتحه، ترى انفتحته ترى بتطيح. هذا هذه ثقافة ديكسون وهايلكس. الله يذكرك بالخير أبو فيصل. المهم أعطاني، جلست والله يا جماعة الخير بلا مبالغة يومين والله ما نمت، مقبل على أشياء كثيرة وكل خوف من هذا الطائرة، ماذا سأفعل فيها يا رب؟ طيب لو طاحت، لو صار كذا، لو صار كذا، وين أروح؟ كيف أسوي؟ بدت هواجيس كثيرة. اتجهنا للمطار، وأبو تركي الله يجعله في الجنة عمي قال لي يا ولدي هذا البوردنج، أعطاني إياه، حط في جيبي 200 ريال، وقال لي معي شنطة دبلوماسية، قال لي شوف روح اجلس هناك، وإذا سمعتهم في الميكروفونات يقولون الرياض، إذا سمعت كلمة الرياض قاموا الناس، قم معهم، توكلنا على الله. المهم جلست على أرض المطار طائرتين، واحدة رايحة جدة، واحدة للرياض، واحدة رايحة الرياض. وجاء الإعلان الأول، السادة المتجهين إلى جدة على البوابة، قاموا الناس، قمت. وكان يحرص علي لا تفوتك الطائرة، لا تفوتك الطائرة. المهم واحد الله يجزاه خير كان واقف وراي، وحنا في الطريق في السراء ماسكين سراء، قبل ما أوصل الموظف الخطوط السعودية قال لي لو سمحت أنت وين رايح؟ قلت رايح الرياض. قال ترى هذه ما هي رحلة الرياض. قلت وين هي رحلة الرياض؟ قال رحلة الرياض هذيك فيها طائرتين، قال هذيك. الله يا جماعة الخير بدون مبالغة، لما قال رحلة الرياض المهم اتجهت للباب أبطلع بروح للطائرة، ويقابلني العسكري قال وين رايح؟ قلت بروح الطائرة. تحضر انها باص حافلة الله يحفظك، وش بتروح الطائرة انت وين؟ لا لسه ما جاء الإعلان، ارجع. وارجع في خوف لا يعلمه الا الله، اجتمعت في ربكة وخوف وقلق الى درجة اني قلت يا ولد برجع مهون، ما عندي مسافر، لكن خايف من الوالد، يعني الوالد له مقامه وله احترامه ولا يمكن اني انا ارجع. فشفت لي شايب جالس محتزم بجنبيه شايلين السله منها، لان زمان يسمحون للشيبان بس ياخذون السلاح نفسه يا يحطونه في الطائره في مكان خاص او مع العفش. قلت يا عم؟ قال نعم. قلت وين رايح؟ قال رايح الرياض ان شاء الله. قلت بروح معك. قال الله يحييك. ونيت. تعال جلس هنا. تعال عندي. المهم جلست معه، يمكن أخذنا ربع ساعة وتم الإعلان، وورها الشايب. واضح إنه ما شاء الله متعود على السفر.
يا أننا متعود. وهذه والله نصيحة من هالمقام لأبائنا وأمهاتنا، روحوا لأولادكم في مدنهم، لأن بعض الآباء والأمهات يقول أنا بقاعد هنا، تعال والله لا يهينكم، هذا حق واجب. لكن تغيير الجو، لما تروح الأم عند أولادها، تروح عند بناتها، يروح الأب، يفسرون على خواطرهم، يوم يومين أسبوع أسبوعين يرتاحون الأولاد، لأن الأولاد مرتبطين في أعمال ومرتبطين في وظائف، وبرضه ودهم يبرون فيهم، ودهم يقدمون لهم شيء. بس المهم الشايب هذا ما شاء الله تبارك الله راعي سفريات، على طول طلع والرجال حاجز في الدرجة الأولى. أوه. وجلس الرجال في الدرجة الأولى طال عمرك، وجي وتكي جنبه على الكرسي اللي جنبه. يا سلام. اي والله والله. وجلسنا، المهم تقريبا شوي جاء المضيف. اي نعم المضيف، لو سمحت البوردنج، سألني قال لي البوردنج، لأنه في واحد واقف جنبه. اي نعم. بيجلس مكاني، وريته، قلت الحين بيطردني. الله المستعان. الحين الله المستعان بينزلني من الطائرة. قال لي تفضل معي. يعني باقي على البكاء حاجة بسيطة. لا كل هالمشاعر هذه والله يا جماعة الخير لم يبقى على أن تنزل الدمعة وأصيح إلا بس لحظات، خلاص لو طلعني مع باب الطائرة بصيح. ما أبشر بالخير. جاء قال لي تعال، لما لف ودخل جوا ارتحت، أخذني لين المقعد وقال لي استريح هنا، هذا مقعد سياحي اللي قدام مقعد درجة أولى. أنا الآن في بالي لا يروح الشايب، أبي أروح معه. أنا ما أدري وين أروح في الرياض الحين. الحين يعني. المشكلة ربما هذه، لكن ما جات على بالي والله، بينزل في نص الطريق. أسعدك ربي. الحاصل يا جماعة الخير، لما اكتمل الجماعة، طبعا زمان كان يجي المضيف أو المضيفة أمام ويعطون التعليمات، راكب بجنبي أنا عند الشباك وشايف الشباك ومسكر ومطمئن ولا أبغى أفتح، يعني التعليمات باقي راسخة هنا. الحاصل اللي بجنبي كان فلبيني، لما جيت أنا بسكر الحزام، والله يا جماعة الخير هذا اللي حصل، ما أدري شو أسوي فيه، والعالم كلهم مسكرين، قمت ربطته، دخلت هذا هنا، دخلت هذا هنا وربطته، تحزمت بي. أي والله تحزمت. جزاك الله خير. وجلست شوي وجعني بطني، مربوط ربط، يعني ربط الحزام عندنا زمان في الديرة، الفلبيني هذا يطالع كذا ويسوي كذا، إنا لله وإنا إليه راجعون. المهم بدأت الطائرة على بركة الله بالأقلاع، من الحزام هذا وتحت عالم ثاني، عالم ثاني مخدر، شيء خيالي مخدر، لدرجة إنه هذه لما نزلت المطر هذه وهذه مورمة من كثرة ما تصافقت، خوف وارتباك وقلق وهم وغم لا يعلمه إلا الواحد الأحد. لا إله إلا. أما من الحزام هذا المربوط فوق راحة، جاء شاهي ما أخذت، جاء أكل ما أخذت، اللهم بعد ما استقرت الطائرة يا ربي أشوف ناس أي اللي قدامي حرمة وفتحت ولا طاحت ولا طاحت. وبعدين قاعد جلست أفكر، هديت شوي يا ربي، هذه صغيرة ما أقدر أطلع كلي معها، أمر بسيط يعني. عجيب أنك في ثالث ثانوي يا أبو أنس. والله يا شيخ أنا هذا شوف، أنا في 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 مرحلة القرية، مرحلة القرية ربتني على شيء أنا الآن استفدت منه ووجدته في حياتي بشكل كبير، لكن لم يكن فيه تنقل، فكنت مثل ما قالوا جايب بكراتينا من القرية على المطار على الرياض. الحاصل طيب، قلت يا ربي بفتح الشباك، توكلنا على الله. فتحت شوي وإذا سبحان الله أشوف سلسلة من الجبال، سلسلة من الجبال، والحين قريبين من الأرض، الحمد لله، بنطيح بنطيح قريب. طلعت هذه الجبال يا أخواني غيوم، والشمس جاية على الأفق، منظر يعني رسخ في ذهني ما أنساه. فالتفت وإذا والله الوضع طيب، والله فتحت الشباك وارتاحت وانبسطت، ونزلت الطائرة في المطار ونزلوا العالم، وأجي أبا أفك الحزام هذا ما قدرت أفك، والله يا أخواني جلست حتى آخر واحد، وجاني خوف. المهم واحد من المضيفين جزاه الله خير جاني قال لي تبغى مساعدة،
قلت والله يا أخي أنا ما قدرت أفك. لما شافه ضحك ضحك ثم قال خلاص انتظر شوي. راح جاب سيم مسمار حوله لا قوت وجلس يمكن ربع ساعة لأنه نايلون والحديدتين ماسكة والربطة قوية. لا حول. جلس يمكن ربع ساعة لين ما حررني من هذا الـ 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 الربطة إلا خلاص. شكلك متوصف. قال لي تبغى شيء أساعدك بشيء؟ تعرف يعني هذه يعني أشياء هم يتعلمونها يعني هذا في الخطوط السعودية وفي غيرها يعني القيام على المسافرين. قلت له لا والله ما أبغى شيء أخوي ينتظرني. مشيت. قال لي لو سمحت معك عفش؟ أوه نسيت السامسونايت. الشنطة اللي فيها الشهادات وفيها شوي ملابس وفي والله. قلت إيه والله بس ما أدري فين حطيتها. لما ركبت مع الشايب حط شنطة صغيرة وحطيتها ونجلس نفر لين فتح كل الشلين وصلنا لها. ثم أخذني بيدي أسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء. لا أعلم والله له ميت ولا حي. شوف المعروف أحيانا عملك تؤديه صحيح لكن معه لمسة إنسانية. هو حس فيه. أيوة أحس أنه هذا الإنسان مسكين يحتاج مساعدة. اللحظة الأخيرة أنه الناس راحوا في مطار ملك خالد. العادة أنك لما توصل فوق تنزل مع الدرج تحت وكانوا يقفلون المسارات الشرطة العسكرية على أساس ما حد يروح يمين ويسار. فضت الطائرة وشالوا. رحت أنا صفت يمين لا جوال وجلست في المطار ضايع 3 ساعات. أعوذ بالله من الشيطان. والله يا جماعة الخير أسمع المذيع الداخلي خلوفه الأحمري. قال خلوفه الأحمري واحد خلوفه الأحمري خلوفه الراكب خلوفه الأحمري لأن أخوي عبد الله بن عبد الرحمن الله يسعده قاعد يدور دور وسألوا قالوا الرجال جاي في الرحلة. الرجال جاي ما فيها كلام عشان بنرميه مع الشباك يعني. الرجال وصل الرجال في المطار ودور وفر 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 المطار. المهم أنا تعبتني رجولي جلست جالس فوق. سبحان الله ويمر أخوي من أمامي يعني كأني يعني وجدت سعادة الدنيا كلها وألحقها من ورا وأمسك فيه وأمسك فيه والتف علي قال لي لا إله إلا الله وينك؟ قلت والله ما أدري ما أدري وين فيه. أنا في هذا المكان الحمد لله أني لقيتك معك عفش معك شيء. قلت ما معي لها الشنطة. فهذه كانت جميل. رحلتي في الطائرة جميل. وأسأل الله عز وجل أن يجعل لكن ما شاء الله بعدها تلك اللحظات الجميلة يعني كل من وقف معي فيها أحب دائما أدعو له لأن الله. في حياتنا أناس قدموا لنا ولو حاجة بسيطة بس إحنا ما نعرفهم. فما أجمل أن يدعو الإنسان لكل من وقف معه أو أعانه أو ساعده. ترى والله اللي وقفوا معنا واجد واللي خلونا ما شاء الله في هذا المستوى ناس واجد كثير كثير ما نحصي عددهم لكن نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. الجميل في التشهد في شايب التفت على شايب عنده وقال له وينك من سنين ما شفتك؟ قال والله أني في كل صلاة أسلم عليك وادعي لك. قال كل صلاة؟ والله ما عقب ذا البربر. قال أقول الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وأنت من الصالحين في التحيات لسنا نقولها بلى بلى. فنحن نسلم على عباد الله الصالحين في كل تشهد فأنت من الصالحين ونقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وأنت ما شاء الله جيت ما تعرف شيء وتبارك الله وأقلعت ليس في الطائرة أقلعت في عالم الإعلام الحمد لله وفي عالم الكلمة الجميلة والشيخ مؤلف ما شاء الله عنه عن قريته وعن مشاهير تلك الأرض الجميلة أيضا صفحة وفاء قدمها الله يجزاه خير.